مرحبا بكم الخوت، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد اللي دابا كاين في واحد المدينه واحده اخرى اللي هي مدينه بويبلا. تقريبا الجهه كلها سميتها بويبلا، والسونتر ديال المدينه اللي كاينه في السونتر سميتها بويبلا. بويبلا تقريبا تتميز بواحد الكاتدرائية اللي كبيره وواعره بزاف، اللي كانوا بناوها ديما الاسبان في القرن 16 كيف ديما، والداخل ديالها كاين واحد تقريبا عامرة بالذهب من أول الكنيسات اللي عامرين بالذهب بزاف، وكانت كتعتبر يعني شحال هادي كانوا غيعتبروها من ثامن عجائب الدنيا. دابا اللي كان عجائب الدنيا السابقة كانت تكون من ثامن ديال عجائب الدنيا، ولكن ما كتبش، ولكن داكشي علاش كتعتبر يعني واعرة بزاف. يعني غنساليو يعني غنخرج دابا من اللوطير، ديجا في اللوطير نخرج من اللوطير غادي نمشيو نشوفها هي الأولانية، ومن بعد نشوفو الشوارع ديال هيستوريك سيتي ديال بويبلا، كما كنقولوا المدينه القديمه ديال بويبلا كما كنقولوا في المغرب. يلا معايا. كنيسة بيرغان ديل روزاريو هي واحد الكنيسة صغيرة في الحجم ملحقة بالكنيسة سانتو دومينغو في مدينة بويبلا المكسيك، وهي من الأعمال القرن السابع عشر. توصفت في وقتها بأنها الأعجوبة الثامنة في العالم، وهي أحد أبرز الأمثلة على الباروك الإسباني الجديد وأحد أعظم الإنجازات الفنية والدينية في المكسيك. هي كنيسة مليئة بالرموز، تمثل كل عنصر منها شيء متعلق بالكاثوليكية والمعتقدات النظام دومينيكي. كما العادة حنا دابا وصلت، هبطت من اللوطير وصلت للكاتدرال تقريبا اللي تكون قريب اللوطير فين جالس، ملي كتشوف معايا تما الفوق ديال الكاتدرال غتشوفو الترابو ديال سواليون، كتشوفو بأنها الإسبان هما اللي داروها، ولكن فريمون الديزاين ديالها واعر بزاف. ديال الانترادا غندخلو لونتخي ونشوفو كاع داكشي لداخل، كنتمنى يخليوني نصور من الداخل سانو غندير كيف ديما. هادي هي الدخلة ديال الكاتدرال، ممكن نصور يعني مكاينش مشكل، ولكن ديما مكنبغيش نهضر بزاف احتياطا من المقدسات ديالو. شوفوا واحد من المكان اللي عاد
كيصل ديما راساتو خشاي خشاي مزيان مزيان. مزيان
سيرو نخليكم دابا حتى تخرجوا عاوتاني ونمشيو للشوارع ديال بويبلا اللي فريمون عامله بالك توريست بزاف. هذه الحالة عادت بشحال دابا يعني نو فلاش نو فيديوز، واخا كنصور لي فيديو وما داش الفلاش يعني فاش عمري ما كنديرو هنايا الداخل صور لي فيديو جاي من كتر واحد نهضر معايا منو مغاربة ديما خارق القوانين تبارك الله علينا. هادو هما الشوارع ديال كوبا كما كتشوفوا عامرين بزاف. مازال نيت كنطرو في الشوارع ديالنا في السونتر هيستوريك ديال بويبلا، مازال غنطرو فيه تقريبا العشية كاملة باش نهاية مع التمنية صافي كيكون عندهم واحد اللوك داون يعني خاص كلشي يدخل لحالاتو، ولكن دابا فيا الجوع يعني خاصني نمشي نقلب على شي حاجة ناكلها، شي حاجة متكون فيها لابورك لا لحم لا والو، مش حاجه تكون يعني خضره فيجيتيريان وصافي. قبل لي هذه الباصه فين غادي ناكلو سابو دابا دخلنا للريستو انا تقريبا غير ديال الحوت كما قلت لكم ما بغيت ناكل لاني لا بورك لا تشيكن لا ميت لا والو، ناخذ غير الفيش ديال الحوت وصافي. الحين عندهم فاريتي فيش بزاف ديال السمك يعني ناخذ شي حاجه منهم وكل شيء يكون مزيان وكل شيء يكون فرحان. دابا هنايا جابوا لنا واحد انترادا زعما كان لونتخي ديال الماكله وفريمون هاد الشيء خاص ما غاديش بزاف صراحه كيما تشوف معايا الصوبة ديال الحوت بنينه بزاف. هذه التورتيه هنا في ميكسو كيما شتي غتلقى التورتيه وهذا الخبز العادي اللي مكيكلش الخبز العادي فعلا. وهنايا هذا عصير ديال الليمون. ملي سالينا الانترادا جابوا لينا من بعد انا جابوا لي هذه هاد لا سوبا بالكامرون وبالسي فود ولا سي مونسترز كما كنقول لهم هنايا. صراحه واعره بزاف واعره بزاف، فيها تشيز هنايا وكلشي كاين بافوكادو، كلشي كيديروه بافوكادو هنايا واعره واعره بزاف وبنينه وكذلك حاره. المهم ناكل دابا شبات كريشة وديك الساعة نشوفو ماذا بقى. ها دابا انا سايت الغدا خرجت من الريستو دابا غادي نكمل المشي ديالي هنا في الشوارع ديال بويبلا ومازال الصراحة كاين ميتشف. حنا غنبقاو في النهار كامل حتى تقريبا مثل تيبدا يطيح الظلام، وديك الساعة غادي نمشي نيشان للوطيل باش نرتاح. Thank you.
المكتبه اللي غادي تشوفوا معايا دابا. هذه المكتبه تعتبر هي اكبر ماشي اكبر ولكن من اقدم المكاتب اللي كاينه في قاره الامريكا كامله، من امريكان من بيرو من تشيلي من من كل شيء. يعني اكبر وحده كاينه في مكسيكو، اسمحوا لي اقدم وحده كاينه في مكسيكو، اقدم وحده كاينه في قاره امريكيه كامله. واخيرا سبت النهار ديالي كامل هنا في بويبلا. صراحه كان نهار زوين بزاف، عجبني مع مدينه كامله بالليكولور ديالها، بالكاتدرا ديالها، بالمكتبه ديالها، بالكتبه اللي حمراء بزاف. صراحه فريمون كانت واعره بزاف، بالماكله ديالها حتى هي. المهم هذا هو النهار تقريبا اللي دوزتو معايا كامل. المهم كانوا بزاف الحوايج، ولكن حاولت نقرب لكم غير غير شويه مني، ملحقاش لي نصور. غنصور فيديو تقريبا شي 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، يعني اختاري غير البايت لي زوين، داكشي خليت منه لقطات زوين بحال هكاك. هذا ما كان، وشكرا بزاف على اللي شفتوا الفيديو كامل. ويعجبكم الفيديو ديروا لايك وديروا سبسكرايب، وشكرا بزاف.